السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضراتكم دكتور محمود أسامة، مدرس مساعد باسم الأطفال بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة. النهاردة هنتكلم عن الشلل الدماغي. يعني إيه شلل دماغي؟ الشلل الدماغي ده عبارة عن مشكلة حركية عصبية بتحصل نتيجة إصابة غير متقدمة في مكان أو أكتر من مخ غير مكتمل النمو، مما يؤدي لمشاكل في أوضاع الثبات وأوضاع الحركة. ممكن يبقى معاه او مش معاه مشاكل مصاحبه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا النهارده بتكلم على طفل عنده مشكله، المشكله دي عصبيه وفي نفس الوقت المشكله دي في الحركه وفي النمو، تمام؟ طيب حصلت باصابه غير متقدمه. يعني ايه اصابه غير متقدمه؟ يعني حضرتك لو جيت تبص على الاشعه بتاعت الطفل بتاعك، مكان الاصابه نفسه مش هيتغير ومش هيكبر، مش هيتوسع. مش كل لما اصوره هلاقي المكان الاصابه كبر. طيب امال ليه انا ساعات بحس ان ابني بيتحسن وساعات بحس انه بيسوق؟ اللي بيتحسن او بيسوق الاعراض، لكن المكان نفسه اللي مصاب في المخ بيفضل زي ما هو بنفس الشكل. طيب ده كده اصابه غير متقدمه في مكان او اكتر من المخ. يعني ايه في مكان او اكتر في المخ؟ يعني ممكن يبقى عندي مشكله الاصابه في مركز الحركه بس، ممكن يبقى عندي مشكله الاصابه في مركز الاتزان بس، ممكن يبقى عندي مشكلة الإصابة في مركز الإحساس بس، ممكن يبقى عندي مشكلة الإصابة في مركز النطق بس، أو في أكتر من مكان. يبقى عندي طفل عنده مشكلة في حركية وفي نفس الوقت عنده مشكلة في النطق، ما بيعرفش يتكلم. يعني إيه غير مكتمل النمو؟ يعني أنا ربنا بيبقى خالق الطفل بتاعي عنده فتحات في دماغه. ليه عنده فتحات في دماغه؟ عشان يبقى عنده مساحة إن مخه ينمو ويكبر، وفي نفس والجمجمة تديله مساحة يكون في مكان للمخ ان ينمو ويكبر فيه. بعد كده الفتحات دي بتقفل، فبيبقى كده ايه الطفل بتاعي خلاص المخ بتاعه قفل بالجمجمه بتاعته. طيب ده بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في اول 3 سنين من عمر الطفل، بسميه عنده مخ غير مكتمل النمو. طيب يعني معنى كده انه اي اصابه تحصل في اول 3 سنين من عمر الطفل ممكن تؤدي بيه انه يبقى طفل من اطفال الشلل الدماغي. الكلام ده بيؤدي لمشكله في الاوضاع الثبات واوضاع الحركه. يعني ايه اوضاع الثبات؟ يعني الاقي ابني مش عارف يمسك نفسه كويس ويقعد، الاقي ابني مش عارف يمسك نفسه كويس ويقف. فاوضاع الحركه ان الاقي ابني مثلا هو نايم على ظهره مش عارف يتعدل يقعد، او هو نايم على بطنه مش عارف يقوم يقف. ده ممكن يكون مصحوب او مش مصحوب بمشاكل تانية. زي ايه؟ زي ممكن الاقي ابني لا قدر الله مع المشكله الحركيه عنده مشكله مع النظر، او عنده مشكله مع السمع، او عنده مشكله مع الكلام، او عنده مشكله في الذكاء. ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي بقى للشلل الدماغي؟ اسبابه ايه؟ بيقسموا الاسباب لثلاث مراحل اساسيه. حاجه المراحل اللي هي اثناء الحمل، ومراحل اثناء الولاده، ومراحل ما بعد الولاده. طيب اثناء الحمل ايه اللي ممكن يحصل؟ ان الام تكون عندها ضغط مرتفع، او ان الام تكون عندها حاجه اسمها سكر حمل. الام تتعرض لا قدر الله لخبطه، او الام تتعرض لاشعاع. اني اخد ادويه من غير ما ابقى عارفه الادويه دي اذا كانت كويسه ولا مضره لا قدر الله للجنين. وعشان كده بناكد ان حضرتك لازم ترجعي لدكتور النساء في اي ادويه بتاخديها اثناء الحمل. من الاسباب برضو اللي ممكن تحصل اثناء الحمل ان الام تتعرض لاي نوع من انواع العدوى، وفي انواع عدوى كتير اشهرها طبعا الحصبه الالمانيه. طيب ده الاسباب اللي ممكن تكون اثناء الحمل. اثناء الولاده، اثناء الولاده ممكن ابني يتعرض لخبط، يتخبط لا قدر الله، او ابني يحصل له نقص اكسجين، يبقى الاكسجين اللي وصل لمخه مش كفايه في فتره من الوقت، فبالتالي يتحول لطفل من اطفال الشلل الدماغي. او ان الدكتور تبقى عمليه الولاده مطوله شويه، فمضطر يولد الطفل عن طريق ادوات معينه، مضطر انه يسحب دماغ الطفل بانه يمسكها يشدها. فده برضه ممكن ايه من الحاجات اللي تؤدي للمشكله دي. كمان ممكن الاقي ان الحبل السري لف حوالين رقبه الطفل فعمل له نوع من انواع الخنقه، فبرضه الاكسجين اللي بقى واصل للمخ بقى فيه مشكله. طيب ده اثناء الولاده. اسباب ما بعد الولاده بقى انه اولها واشهرها الصفره. طبعا في حاجه اسمها صفره طبيعيه ودي ما فيهاش مشكله خالص، بس هي لا قدر الله لو زادت عن نسبه معينه في الدم فبتتحول لصفره مرضيه، وساعتها ابن حضرتك او ابن حضرتك بيبقى محتاج انه يا اما لا قدر الله يحتاج حضانه او يحتاج نقل دم. طيب
ايه تاني من المشاكل او الاسباب اللي ممكن تؤدي لده بعد الولاده؟ ان الطفل يتعرض لحمى، وحمى هنا نقصد بيها ان درجه حرارته عليت قوي لدرجه انها وصلت ل 39 او 40 درجه. ايه كمان؟ ان ابني يتعرض لخبطه لا قدر الله، او انه يحصل له حاجه اسمها التهاب في اغشيه المخ. ده برضه من الاسباب اللي ممكن تؤدي ان الطفل يتحول لطفل شلل دماغي. طيب دي الثلاث تقسيمات الرئيسيه. في عوامل تانية ممكن تؤدي ان طفلي يبقى شلل دماغي؟ انه يكون عندي عوامل وراثية، زي انه يكون عندي حالة مشابهة في العيلة قبل كده، يعني في حد جه قبل كده في العيلة عنده شلل دماغي، او انه يكون في جواز قرايب. جواز القرايب من الاسباب اللي ممكن تؤدي ان طفلي يبقى عنده شلل دماغي. هل الشلل الدماغي ليه انواع او تقسيمات؟ بيقسموه لحاجتين كبار. التقسيمة الاولى فيها خمس حاجات. الحاجة الأولانية إن الطفل بتاعي يكون مشدود سواء في جسمه كله أو في أجزاء من جسمه. الحاجة التانية إن الطفل بتاعي يكون جسمه مرخي أو جسمه سالم. النوع التالت إن الطفل بتاعي يكون عنده حركات لا إرادية، زي إنه يكون عنده حركات لا إرادية في صوابعه، أو حركات لا إرادية في كتفه، أو حركات لا إرادية في وشه، أو حركات لا إرادية في رجليه. طيب النوع الرابع إن الطفل بتاعي يكون عنده مشاكل مع الاتزان، يعني ألاقي ابني بيقع كتير بيتخبط كتير. النوع الخامس والاخير النوع المجمع، اللي هو ان يبقى عندي طفل مجمع نوعين او اكتر من الانواع اللي فاتت. التقسيمة التانية بيقسموها على حسب عدد الاطراف اللي مصابة في الطفل بتاعي. يعني هل انا الطفل بتاعي عنده مكان واحد اللي متصاب، سواء ايد واحدة او رجل واحدة، او مكانين متصابين سواء ايدين او رجلين او ايد ورجل، او ثلاث اماكن مصابة، او اربع اماكن مصابه. تمام. طيب مين اشهر انواع احنا هنشوفها في عيالنا؟ ان انا يبقى عندي الطفل بتاعي عنده مكانين مصابين، اللي هم ايد ورجل، يعني عندي نص جسمه مصاب سواء كان نص جسمه اليمين او نص جسمه الشمال. طيب ايه تاني؟ ان انا ممكن الاقي الطفل بتاعي مصاب في الاربع اطراف بتوعه، سواء الاربع اطراف مصابين زي بعض، مفيش يعني كلهم نفس المشكله او نفس الاستخدام، ما بيعرفش يستخدمهم زي بعض خلاص، او ان انا عندي الطفل بتاعي عنده الاربعه مصابين بس عنده ايديه بيستعملها احسن من رجله شويه، وده من الانواع المشهوره عندنا، او الحاجه اللي مش بنشوفها كتير عنده الاربع اطراف مصابه بس رجليه بيستعملها احسن من ايده شويه. نتمنى نكون قدرنا نفيد حضراتكم النهارده، ولو في اي حد عنده استفسار ياريت يبعتهولنا واحنا مستعدين ان شاء الله نجاوب عليه.